عالطواحين والمي مقطوعة خايف لا تدور الطواحين والحلوة يجوعة يا مالك عالطواحين والمي مقطوعة خايف لا تدور الطواحين والحلوة يجوعة يا مالك عالطواحين والمي مقطوعة خايف لا تدور الطواحين والحلوة يجوعة يا مالك هلا هون نحن بالخنشارة بمزرعة ميشيل معلوف رح نعمل جولة نحن وياكم نفرجيكم على الأشياء بعض الأشياء اللي هلأ موجودة يعني وأهلا وسهلا فيكم اشتقنا كتير يا حبايب نمشي غروبنا سوا مهما يطير يا حبايب تبقى قلوبنا سوا نزرع كل شيء خضرة صيفية في اشياء بتبقى شتوية بس شتوية غير الصيفية يعني بتبقى الشتوية توم بصل والصيفية من كل شيء بطاطا بندورة باذنجان لوبيا خس ملفوف فاصوليا درة حمص كل هالامور هيدي بتقدر تزرعها هون بالمنطقة بس كل شيء بيترمو هلا أنا عم نحضر الأرض للزراعة الصيفية رح نفرجيك هلا بعض الأشياء اللي بهذا هيدي مثلا هيدي توت الهزاز ايش توت أبيض توت سكري بيقولوا له توت أبيض هزاز بنقول له هوني بيعرفوه بالهزاز وهوني هودي شجر فواكه كرز هيدا كرز بني وهيدا كرز بري للمربى هوني زارع بقدونس بده بعد وقت يفرخ هودي فول هوني تلم هيدا فول للأخضر بلشوا يزهروا هيدا ورق عريش مشان الورق ومشان العنب كمان وهيدا زعتر في هيدا الصنف وفي عنا الصنف التاني هلا بفرجيك عليه هيداك الزباع بيقولوا له تحت الصنوبر هيداك بيتاكل هلا اخضر سلطه وبينكى بس بينعمل كبيس بالزيت او مي وملح وخل هيدا بيتيبس للمونه بيندق وبيتنعم مع السماء والسمسم هو هلا بعدهم تقريبا شي شهر بصير بزهروا بيعملوا زهره بيضه هاي الزهره وقت اللي يعني بتاخد لون نتفه مسمر شوي بصير فيك تبلش تحوشهم مع شويه ورق منه هالحلوين نضاف هيدا الورد الجوري للمورد ولشراب الورد وهيدا تين فوق تين ابيض كله بيتاكل دغري طازه وبتشرح وبتيبسه للمربى وهي سجد زيتون كمان حلوه منظرها اول شيء حد البيت هوني امبارح زرعنا حمص هودي سويناهن وزارعينهن حمص وهيدا رمان مشكل هيدا الرمان حامض وحلو حامض لدبس الرمان والحلو للأكل لأكل قعدة البرود هن تحت الزيتونة هيدي هونيك سجد صباير حلوة كتير بس تعمل هيك كويز وتزهر أصفر وهيدا الرمان كمان بزهر بيبقى مثل النجوم لونه أحمر وهيدي الزيزفون ورا هونيك يلي لونه هيك على رمادي هيدي كمان للزهورات لك هيدي بدها تبلش جمعة الجاي بتزهر لك البراعم تبع الزهر فيها بكره بتفتح هيك وبتصير هيدي الرمان ايه هيدي نبتة الخنشار
تحت الصنوبر في كتير منه هيدا، وبيعلى بيكبر، بيستعملوه حتى أوقات كانوا يغطوا فيه العنب، كروم العنب لما كانت تبقى الدوالي على الأرض، وهودي قمح تحتها، وهداك اللي تحت الكرزة كمان امبارح زرعته حمص. هاي مثل هاي بس هاي أجمل، هيدي بطم، هيدا بيقولوا له البطم، شجر البطم، ريحته حلوة كمان بيدخل بالمطيبات الأكل. في هون لك هيدا السكلما، هيدا البخور مريم يلي بنفتش عليه بأيام الغطاس وبنعمل الغطاس، هيدا الزهر، هيدي الزهرة، هاي السكلما. أكد الأرض شوكي بلش يعمل روس. وهي شتلة ختمية، هيدي بكرة بتعمل قصبة هيكي وبتعمل زهر. لك هيدي القصعين المريمية، هودي شتول بلشنا نحضرهم تنبقى نزرعهم بالأرض، هو بندورة، هودي خيار ومقتي. هيدا كروم بوخس كمان للشتل نحضرهم، وهيدا سلق، وهيدا شمندر، هودي شمندر، هيدي سلق وهند ببرية، هيدا الزبيع بيقولولو، هيدا ناعم، وهيدا هلأ خرج الأكل أخضر هيكي، هيدي الزوفة، ليك الزوفة وني، هاي الزوفة. هلا بفرجيك اياها يابسة تحت بالموني، هيدي حميضة هلا نية مثلا، بدها تعمل فطاير، بدها تعمل حيلا شي سلق مثلا، بدل ما تحط حامض كيف كانوا يعيشوا مثل هلا، ما كانش يبقى في دكاكين وبضل ساعة اللي بدك تروح تجيب حامض وتجيب هيدا، بالموجود بدها تعمل عندها سلق، بدها تعمل فطاير، بدها حامض تستعمل هيدي معها، تعمل خلطة بين هيدي وهيديكي، خلص صار عندها حط حامض. هيدي مردكوش، هاي كمان من المطيبات. هيدا الثوم هلأني بعده أخضر، بعبده تقريبا شي شهر ونص، في صنف بعبده شي شهر ونص، في بده أكتر هيداك الصغير يلي هونيكي. وهيدي الكيوي عملت براعم بدها تزهر، بدها شي جمعة بتزهر. إلى الورد الجوري للموارد وللشراب وللزهورات، هيدي الخلطة ختمية وزيزفون وقلوب مثل هاودي، مثل هاودي للزهورات للشتاء بيبقى. السماء بيجي عن قود، كيف شجرة البطن فوق بيبقى شجرة هيك بتشيل عن قود، بيبقى بكرة بنقاب وطالع قاب أيلول هيك بيكون أخد لون، بتقطفه بيبقى نقيد هيك عرنوص،
بيتشمس وبينفرط وبينشيل كل الاشياء اللي مادة الزهرة البذرة العود بيضل القشرة البذرة اللي هي اللي انت بدك اياها وحامضة بتبقى وهذا السمائل بيبقى مزبوط يعني قشرة البذرة هذا فستق هذا فستق زرعني هذا تحت الارض مثل البطاطا بيصير هذا فستق العبيد بيستعملوا للاكل ولزبده الفستق والكميات الكبيره بيعصروا زيت نباتي اي هذا للمحامص وهودي درا يبسي من عم الاول موني هودي بيفيدوا اشياء كتيرة كمان هذا عرنوس يابس فيك تشيل منه طحين فيك تسلق وتاكله وفيك تطعمل اللجيجات منه ما بيروحش دعان كمان هيك إذا زبت نقع بيرجع طري تسلقه بيتاكل فيك تشيل منه طحين درة رجعناكم جزء صغير من المشروع وإن شاء الله بمرة تانية بنفرجيكم الأمور كيف عم بتصير أحلى وأحلى ونحصد نحن وياكم الغلي واهلا وسهلا فيكم بالخنشارة وبمناخ الخنشارة وبهوى الخنشارة واهالي الخنشارة